جائزة عمران نسخة ثانية هي مبادرة تسلط الضوء على المعماريين والانتيرير ديزاين اللي موجودين بالعراق. طبعا بها معايير معينة باعتماد يعتمدون عليها، وبالإضافة يكون السكورينج مالتها حيكون هو بلجنة دولية. طبعا هاي اللجنة الدولية عندهم معايير معينة يعتمدوها اللي تكون داعمة للبيئة والاستدامة. بالإضافة أنه عندنا تقريباً الداتا مالتنا 1712 مهندس ومهندسة وانتيرير ديزاين يقدرون يقدموا مالتهم المشاريع. منو اللي يقدر يشارك لازم يكون سيرتيفايد بهذا المجال، بها معايير معينة. وبالإضافة أنه أكو خامات لازم هاي الخامات يستخدموها ويوظفوها بطريقة صحيحة، وعلى هذا الأساس هو يتم التقييم. جد احد الفائزين بالانطلاقه الاولى لمسابقه العمران، والحمد لله والشكر انه يعني كان هذا الانجاز كلش حلو، ضاف لي كلش هوايه، زيدنا ثقه بنفسنا، زيدنا حب للاستكشاف المغامره مثل ما نقول، واستكشاف التحديات. راح يبقى هو حافز يبقينا نحن مستمرين دائما ننتج تصاميم حلوه ومبتكره وبيها نظره مستقبليه مستدامه. أي شيء يضيف للمجتمع المحلي اللي مختص بأمور المعمارية والعمرانية أو الإنشاء هو حدث إيجابي، اللي راح يكون بجلسات نقاش جادة لكن بها أريحية أكثر، مو جدا أكاديمية ولا هي أحاديث يعني عامة ودية، فتخلي صحح مسار، تشارك أفكار، تفتح آفاق، تخلي شخص يسمع رأي ممكن ما راح يمر عليه بحياته اليومية وهو ماشي بقطار العمل والتزاماته اليومية، وبنفس الوقت ممكن تعرفه على الجماعة والأعمال اللي عندهم والنهج اللي دا يسووه، وبالنهاية يوسع تجربته تخليه يغامر. فبدون شك تجربة كلش إيجابية، نشكر عليها الأخوة، ويعني نتمنى يستمر هذا النهج أو يزيد.